لعيب بطل جدا جدا، محمد محمود نجمنا اللي اجرى جراحه في الرباط الصليبي، جراحه كانت ناجحه جدا. اليوم يا ريت تعرضوا لي الصوره يا جماعه بتاعته النهارده بعد العمليه، وصوره بتدل على العزيمه والاراده اللي عند محمد محمود، الاصرار والابتسامه الدائمه كمان اللي في على وجهه. يعني في الحقيقه الراجل جاله 2 صليبي ورا بعض، يا دوب لحق يرجع. ما بص اللقطه دي، الناس لما هتشوف الضحكه دي هتستريح شويه بالنسبه لمحمد، لان الناس بصراحه كلها زعلانه عشانه. لكن في كل الاحوال هو بطل، وباين جدا الحماس في الصوره وايمانه الكبير بقضاء ربنا، وان شاء الله باذن الله يتعافى من هذه الاصابه اللي اعتقد هتاخد وقت طبعا من 8 ل 9 شهور زي كده الاصابه الاولى، وان شاء الله يعود سريعا للملاعب لان احنا مستنيينه بقالنا كتير جدا في الحقيقه، فان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه سريعا. لكن صوره تطمن شويه، وباذن الله باذن الله يكون قادر بكل قوه وعزيمه على العوده للنادي الاهلي من خلال تدريبات. طبعا في برنامج علاجي في الاول وبرنامج تدريبي، وبعد كده يخش في تدريبات بقى واحده واحده. لسه بدري على الموضوع ده، لكن ان شاء الله كلنا في ظهره ومستنيينه باذن الله تعالى.